أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو العدد الجديد من رجع الصدى. اليوم مش نحكي في موضوع حساس جدا يمس كل فئات المجتمع التونسي من كبيرها إلى صغيرها. اليوم مش نحكي على موضوع يمس الأسرة في وليداتها، يمسها حتى في كبرها، يمسها في اقتصادها، في علاقاتها الاجتماعية، حتى في حياتها اليومية. اليوم مش نحكي على المخدرات، المخدرات هذه بين المكافحة والوقاية. كل الأسئلة تطرح ليلى إن شاء الله فيما يخص هذا الموضوع، كيفاش تتفشى الظاهرة هذه، كيفاش نجم نتعالج منها، ما هي أسباب الإدمان على المخدرات، كيف مفهوم الإدمان. كل هذا إن شاء الله تشوفوه الليلة ونكتشفوه مع ضيفية في حلقة رجع الصدى. نبداو مع سي عبد المجيد زحف، رئيس الجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات. أهلا وسهلا بك سي عبد المجيد. أهلا وسهلا، مرحبا. كذلك سي نور الدين العيادي، طبيب مختص في طب النفس. أهلا وسهلا بك سي نور الدين. قبل ما نحلوا الحوار والنقاش، نرجو نقول لكم سادة المشاهدين انكم تنجموا تفاعلوا معنا على الرقم 74 621 607. يظهر لكم على الشاشة، تنجموا تتفاعلوا معنا وقت ما تحبوا تطرحوا اسئلتكم على ضيفي الموجودين، تتفاعلوا فيما يخص المشاهد او التصريحات اللي باش نقلوها لكم عبر شاشتنا. اليوم باش نحكيو مع ناس اللي هو ماذا بيا حتى الاولياء كيف يتفرجوا يتبعوا التفاصيل الكل، على خاطر حساس جدا الموضوع هذايا، ومنذ فترة طويلة وطويلة جدا هو منتشر ومتفشي في مجتمعنا، لكن احنا كنا ديما نقولوا ما فهماش نخبيه. هذا الموضوع هو موضوع يمكن حساس جدا، فما ناس ما تنجمش حتى تحكي فيها وتستعارها، وتنجم حتى تكون تدمر حياتها بالمواضيع هذه. نتفرجوا قبل كل شيء في التصريح الموالي، ومن بعد نرجو نكملوا نقاشنا في حصتنا اليوم. أنا بوليسك أول مرة كيف تراني في تونس في بارتي في طرح وقتاش؟ والله مانيش عارف وقتاش، يمكن هكاك 2007 هكاك، فهمت كيفاش؟ ولا بديت من وقتها. بعد كي روحت لنا لصفاقس، وقت اللي روحت لنا لصفاقس هي ما فهمش جملة، معناتها فهمتي ما نلقى أنا من كيف كون شي متقاني ندور على لصفاقس كاملة. وقت بريودة طري طرفي وقتاش رجعت ولا بعد الثورة راهي، بعد الثورة راهي كهرت. المهم تو راجل واحد عايش فيه، ما تخدمش، ما عندك حد شيء. أنا بالنسبة لي أنا الوالد نتاعي متوفي، والوالدة مريضة، معناتها أنا ما نجمش هيك عمري 27 28 سنة نجي لأمي نقول لها عطيني باش نمشي نعمل قهوة، ولا عطيني باش نمشي نخبوك ودخان، ولا شنو اللي نعمل. نقول لي نعمل حاجة هذي خير من اللي نمشي نسرق، خير من نمشي نبراكي، خير من نمشي نعمل برشا حوايج أخرى. تينا تحبشي تهيكي نمشي جوز كيلومتر أنا وياك، تمشي نقضي لك من هنا ما كثرش، من هنا نمشي ونمشي نقضي لك عادي، تياخو أمورك يعني فرحان سير وتجرب زادا، عجبتك تياخو ما عجبتكش ما تياخوش. تهيكي مشي دو كونتيتي فيها مش عارف انا 12 15 20 مليون، زعما مشي حرقوها من 20 مليون واش تعرف. هم مشي يجيبوا في انت في تلفزة في كل شيء راهو سي هذيك مشي تمي التلاف نتاعها وتعشني مية، من بعد كي راهي تعاود ترجع. حاكم يدخلك، حاكم عاون نتاع حاكم في الديوانة يدخلك عادي واضح. هي كونتيتي نتاع 20 مليون يمدوا 5 مليون تدخل هذيك الكونتيتي، ما يجموش يقطعوها. بلاش سامحني ما يجموش يقطعوها، يجمو يقطعوها ولا يجمو حدود تتسكر وما عادش تدخل حد شيء. مي هما لا مازالوا يدخلوا فلوس في الليل. اوكي نقعد بيني وبين روحي، راهي هذيك الحاجة راهي ما تساعدنيش، راهي نحب نبرد عليها. نخرج انا للحومة نلقاك عيط لي هيجا وهكا هيجا ماشي من هي شنيا. مش تلقى انت يوميا 50 60 ألف في جيبك تاع مصروفك انت تتعاون فيهم روحك، كيفاش تحب تبطل؟ خدمونا كي والله خدمونا يا اخويا، تو احنا نبطلوا الخدمه هذه، تو ما عادش نعملوا حتى شيء، تو هما احنا مش شدونا. اذا كان احنا نحكي وش على الترويج، اذا كان الترويج كخاطي استهلاك، علاش ما يجوز علاش ما يجوزوش يديرونا قبل يزورنا للحبس؟ خاطر في الحبس تصور فيما بيئة أخرى، زادت السماء فيما بيئة أخرى غادي كي هي غادي كي مزيد أنت تفسد.
عندي غاديكية، مش تطيح انت مثلا على سيجار وسطلة، مش تلقى غاديكية واحد قاتل روحه، مش تلقى غاديكية واحد متبراكي، مش تبع بيت سريق، مش معناه مش تولي في انتراج اكثر من الانتراج اللي قمت به اللي كنت قاتله. اي واحد يتبع في امور مخدرات، راي اي حاجه مخدره، اي حاجه تخدر له مخ وراه يعملها. انا حيوان كل شيء، انا حيوان يجمو، معناتها راهو يجمو يقطعوا، نعاود لك 3000 مره، راهم يجمو يسكروا الحد ويجمو، راهم ما تدخل حتى حاجه، يجمو ولا يجمو يعملوا الحكايه هذه فاسيمون. كنت أتفرج في شهادة أحد المدمنين واللي يشارك في عملية ترويج المخدرات. نحن قلنا في أول الحلقة أنه مش نحكيه على مكافحة المخدرات والوقاية منها، تبعات المخدرات. نحن اتصلنا بوزارة الداخلية منذ يوم 23 أكتوبر 2013، اتصلنا عملنا مراسلة لوزير الداخلية وقلنا له ماذا بينا حد يحضر معنا، اتصلنا بإقليم صفاقس المنطقة كيف اتصلنا بالعديد من الجهات الأمنية أنهم يحضروا معنا، على خاطر شفتوا في الروبورتاج سيد قال أنه يسهلوا في الديوان واعوان الامن يسهلوا دخول المخدرات. حبينا الجانب الامني يكون حاضر معنا باش يعطينا التصريحات. اتصلنا البارح بسي رمزي الحاج صالح، لكن سي رمزي قال ما تحصلش على حتى اجابه، حاول انه يحضر معنا لكن للاسف ما نجمش، تحصلش على حتى اجابه من وزاره الداخليه. لهنا الركود الاداري او الخمول الاداري ان شاء الله ما يتوصلش، على خاطر مواضيع حساسه جدا. اذا كان في موضوع حساس كما هكا ما يحضرش الجانب الامني فيا خيبه المسعى. اذا كان باش نحكيو على مكافحه مخدرات ما نجم كان نحكيو كان مع الجانب الامني، وحتى يعطينا كيف شنو صاير على الارض على الميدان. ان شاء الله الموضوع هذايا نرجعوا له في اوقات لاحقه، وان شاء الله يكون العنصر الامني حاضر بحذانا ويكون زاد عنده كلمته باش ما نقولوش انه غيبنا جانب عن جانب اخر. باش نبداو حصتنا اليوم يحكي على الادمان، يحكي على كيفاش بدات بداياته السيد هذايا، منين جاه المخدرات وكيفاش يتواصل وكيفاش اعطاه هو حتى حل، قال يمشيو داويونا. قبل كل شيء نبداو مع سي نور الدين. سي نور الدين، ما هو مفهوم الادمان؟ انسان مدمن على المخدرات شي معناها مدمن؟ هو إذا كان ثم سلوك متكرر مع استحالة معناتها الانقطاع عنه، الإنسان يحس روحه مجبر باش يمشي يبحث على مواد سامة هي، وهونيك تبدأ غايته حاجتين، يا إما غايته باش يروج على متعة، ولا غايته إلى تفادي آلام، خاطر هو يجم يكون استعمل على الأول وثم متعة فيها، ولكن بعد ذلك تولي ثم آلام شديدة، ثم معاناة شديدة، ما تقف إلا ما يعود يستعملها. إذا استحالة الانقطاع عن استعمال مواد سامة. السيد هذا قال أنا عائلته الوالد نتاعه متوفي، قال اللي هو يلقى حتى الأرضية مهيئة، يحب يبطل ما ينجمش، علاش؟ خاطر يخرج يلقى المتوفر، يعني المخدرات، الزطلة، الزريرق، الحريبش، كل أنواع التخدير والإدمان يلقاهم موجودين، يحب يعمل كما نقولوا احنا خطوة إلى الوراء فيما يخص الإدمان وخطوة إلى الأمان باش ينحي الإدمان هذا، لكن يلقى روحه في مجتمع يهيئه باش يكمل ويواصل. علاش الحالة هذه؟ معناتها من المسؤول عن تفشي مثل هذه المدمنات والمخدرات؟ هو ثم عامل شخصي، الإنسان تلقاه نفسيته عنده نفسية معينة، إذا تلقاه من الناس يبحثوا على مشاعر جديدة، على مشاعر شديدة زادة، على المشاعر القوية، ما يرضاش مثلا كما الشخص العادي باش يعمل متعة بشوية موسيقى ولا بفيلم ولا بحر ولا بسياحة ولا حاجة كيكا، ولا وجع على متعة شديدة اللي ما تجي عن طريق مواد كيميائية واللي تعطيه شعور شديد. ثم حد الساعات تلقى عنده مرض نفساني ويبحث على مداوات عن طريق استعمال مخدرات، نقص ثقة في النفس ولا نقص تأكيد الذات، ولا تلقى عنده مرض نفساني آخر، اضطراب مزاجي ولا انفصام في الشخصية ولا غيره، هو يبحث على مداوات ذاته قد يحس كون وقت يستعمل المواد هذيك، ثم على الأول متعة وثم ربما تحسن في نفسيته، لأن حالة ثم انباهض اللي مش يخلصه، ولكن هو في وقت يحب على توتو باش نحس روحي. إذا ثم هذا عامل شخصي، نفسية الشخص، شخصيته، تركيبته إلى آخره. ثم عامل الثاني هو عامل محيطي، المحيط نتاعو شنو هو؟ كما قال هو ربما يلقى بوه مثلا معناتها مش موجود، غايب. ساعات تلقى الأب يعتقد كونه دوره منحصر في توفير المال، قال لك البو أنا نخدم الصباح لليل ما نحكيش مع صغاري، فإذا نجيب لهم ما ياكلوا ونلبسهم نعطيهم فلوس وكو. وإحنا نلاحظوا كونه الناس اللي عندهم إدمان على المخدرات الأغلبية ثم غياب دور الأب، الأب ماهوش قايم بدوره من إصغاء
من تحاور مع صغاره، من متابعة، من مراقبة زادة إلى آخره. كذلك سنور الدين القاو اولياء اللي لها بصغيراتها لي او تعتقد انها محيطه بصغيراتها، لكن للاسف تلقى الاطفال تلقاهم ينحازوا الى الافه هذه، تلقاهم يتعاطوا لكن من دون علم اوليائهم. ما كملتش انا تكمل ما ثم الاجابه. اذا في المحيط ثم زاد الخلط، اذا كان الانسان يخالط ناس خاصه اذا كان يبدا صغير يلوج على شخصيته ويبعث على هويته على ذاته، كي يلقى اصحابه يشوف من كونهم يضحكوا والشيخين والكل ثم تاثير عليه. وهونيك الناس اللي تبيع في المخدرات مش تعمل كل ما في جهدها باش بزيد واحد يجي معهم، خاطر مش يولي له حرفاء، فهمت؟ مش يعمل جهده، يا اما مش يغريه، يا اما مش يعطي معلومات مغلوطه، يقول له مثلا ما تخافش، ما يفيق بك حد، ما هيش مخطره او لعبتك تستعمل فيه الى اخره. اذا ثم برشا معلومات مغلوطه، هيك علاش كيما برنامجكم انتم هايل هام، خاطر يلقى تحسيس الناس كيف ياخذ معلومه من عند انسان مختص ولا من عند انسان عنده علم، احسن من ياخذها من الشارع. افضل انها تكون معلومه متناقله من الشارع. اذا الخلط عند دخل كبير. كما قلنا معناتها ثم ثلاثة عوامل، العامل الثالث هو الماده السخف مش عامل تعاطيها. ثم مخدرات اللي شديده لدروغ دير، وثم اللي دروغ دوس. لدروغ دير هذوما يكفي بضع مرات باش انسان يحصل فيهم مرتين ثلاث اربع مرات، فهمت؟ معناتها المواد هذه شديده. وثم مواد اخرى اللي هي اقل خطوره، ولو حتى ما نقولوش كوني بسيطه وما يسالش ولا حتى مخطره، ولكن في الهم كما نقولوا ثم ما تختار، فهمت؟ اذا ثم الماده زاد شنو هي، فهمت؟ المواد اللي الانسان باش يحصل فيها. وكما قالت الشخص في التقرير هذايا، اذا كان مش يلقى بحذاه بجنبه ماده مخطره، عارف مش يلوج على مادة على مادة معناتها ما هيش شديدة في مكان بعيد، فهمت؟ تواجد المخدرات بحذاه يخلي الإنسان يلقى سهولة في الحصول عليها، وهذا يخليه معناتها مش يحصل في المادة اللي بحذاه. إذا كان جاره يبيع في مو في لي دروك دير هذوما ينجم يحصل فيهم بسهولة، إذا كان يلقى بالعكس ما فماش صعوبة يخليه أنه يلتجي بشيء. إذا هي ماهوش حاجة بركة، وثم ثلاثة أشياء والتلاقي نتاعها هو اللي يخلي الإنسان يحصل في الفخ نتاع إدمان. وراه مش كل انسان استعمل مره مخدر معناته ولا مدمن، راهو فهمت؟ الادمان واستحاله الانقطاع على السلوك هذيك. عندنا شهاده مواليه بعد شويه تو نشوفوها قبل قبل هذيا تو نحكيو مع سي عبد المجيد الزحف رئيس الجمعيه التونسيه للوقايه من تعاطي المخدرات. شخصيات كيما هكا كيما تو كنا نشوفوا فيها او كيما الشخص هذايا قال انه عنده الفئة الاجتماعية، يعني تقريبا هو أب يتيم، الأب أنه المحيط نتاعه خوله أنه يكون في يعني يسقط في الإدمان، وكذلك أنه الخلط كما يقولوا العديد. أكيد أنه في الجمعية نتاعكم العديد من النماذج اللي كما هكا اللي تجيكم، مش ما نقولوش يوميا، كيفاش تجيكم مكثرة؟ هات نعرفوا أكثر عن الجمعية هذه. اولا نحب نعرف شوي على المقدمه نتاعكم. الحقيقه تقال الامن قاعد يقوم بعمل كبير ياسر. علاش؟ لان نراوه فيما يخص القضايا اللي تنتشر في المحاكم. كان قبل مده 10 سنوات وقت نقوم بيوم تحسيسي ونادي قاضي ونادي شخص ممثل من وزاره الداخليه يقول العدد كذا، وكان عدد قليل وقليل جدا. والقضايا يحكوا لي بعض الافوكا المحامين يقول لي كانوا وقت نسبوا بقضيه في صفاقس تتكلم على الادمان، نابط الكل تلقاها صارت تعبه بالمحامين لان ما كان معناه صارت حاجه جديده في صفاقس. الان يقول لك العدد نتاعها تفاقم نتاع القضايا، معناها ثم ما نجمش نعطي الارقام، ما تفوت ال 5000 يمكن في السنه، معناها هذه القضايا اللي وقع القبض عليهم. معناها وقت انت تعرف اللي قبضت على شخص، معناها يمكن ثم 20 و30 ما قبضت عليهم. أكيد. اذا كان 5000 نقولوا في العام وقع القبض عليهم، تلقى على الاقل 5 في الخمسه 25000 اللي ما تقبضش عليهم. هذا المثل الاول. المثل الثاني قاعدين نراه في التلفزه يوميا تقريبا يوقع القبض على المروجين. ولهذا نجم نقولوا كون الامن قاعد يقوم بعمل كبير. سعد نجيد، على خاطر الشخص اللي كان حاضر معنا في الروبورتاج قبيله شويه قال انه يعني يصير عمليه القبض على الكميات هائله من المخدرات، ولكن من بعد يتم يعني اعادتها الى السوق عن طريق
أعوان احنا لهنا ما حدش شكوا في حتى حد، بالعكس نعرفوا انه الامن قاعد يقوم بدوره، لكن فما ما حدش نحكيوا على الشرفاء من الامنيين، فما اطراف اخرى هذيك علاش حابين يكون الامن حاضر بحذنا باش على الاقل يرفع اللبس، هذا مش تشكيك فيه ابدا، ما حدش نشكوا في حتى طرف امني، لكن على الاقل يعني فما حقائق ينجم هو قالها على لسانه الشخص اللي تحدثنا معاه وينجم ينفيها او ياكدها مسؤول امني، هذيك علاش احنا حابين يكون الجانب الامني حاضر معنا. واصل سي عبد المجيد. كون تونس هو بلد عبور، شو معناه؟ معناه ما عندناش الى الان، وهذا مستعرف بالدول العالميه، معناه وقت نحضر في بعض اللقاءات العالميه تونس معتبره كبلد عبور، ثم في بعض البلدان المجاوره ثم شكون يزرع في النبات، ثم شكون عنده يعرف، ثم شكون قاعد يصنع في هذا، واحنا معروف ثم شيره الشرقيه عندنا شكون يجي منها، في افريقيا، في امريكا، ثم معناها يعرفوهم الطرق نتاع الترويج معروف ويعرفوا منين جايين. يعرفوهم هذه، احنا الحمد لله في تونس ما عندناش. انا نقول لك مثلا مشيت اليمن عند ملقات، في كل دار تلقى شجره وسيد يستعمل في القات نتاعو كيما اي الناس تلقاه في تمشي في الشارع وفي اجتماع، فمه مليان بالقات ويعدي النهار في القات قدام الناس، ما في حتى اشكال ولا مانع ولا كولاء، القات هو كذلك نوع من المخدرات. مخدرات. انا اولا نقوله ثم نوع من كيفيه التعامل مع المخدرات. في اوروبا يشربوا الناس، تشرب العائلة الكل، عنده صغير يبدا في عدد في سن معين يبدا يشرب، ولكن تلقاه صغير وقت هو صغير بوه يشرب وما يشربش، وقت يكبر يولي يعرف يشرب مره في الشهر، وثم يلي يولي مدمن. كذلك احنا كيف كيف ما يلزمناش نقولوا كون السيد اللي قال هذا وقت نوقفوا عمليه الدخل المخدرات هو مش ماشي يخدر، مش صحيح. ثم اللي توا الشراب موجود في تونس، ثم ناس قاعد تشرب ولكن مش ناس مدمنين. علاش ما مشاش طلع في الادمان السيد هذا وقاعد يشرب حتى ولانا يسكر كل ليله، ومن بعد دخلناه في المستشفى ورقدناه وندويوه، جاونا عده حالات رقدناه في المركز نتاعنا. معناه ما يلزمناش كذلك نبرروا موقفنا باش نقولوا ثم بعض الخلل في جهات من جهات، احنا ما احناش مولاهات، علاش ما احناش محميين؟ بل كل شيء اللي قاله الاستاذ بارك الله فيه، كون انسان يحمي نفسه بالمعلومه بالوقايه بالتجرد من الخلفيه نتاع الشخص ولا نتاع اصحابه ولا غيره، لازم يكون عنده نفس قويه تعرف تقول لا لحاجه من كيف هذه. وكعلاش احنا بارك الله فيكم نشكركم على الاستضافه هذه، لانه موضوع يخص الناس الكل، يهتم به الناس الكل الصغير والكبير. نعرفوا نبداو بالمعلومه، انت قلت نبداو بالمعلومه. تقريبا فما العديد من المخدرات الموجوده في تونس، فما انواع عده، شنو الانواع اللي تجيكم؟ والله يجينا اولا الشرب، عندنا موضوع كبير اللي يهم صفاقس، وهذا موضوع عملنا فيه يمكن على الاقل يومين اعلاميه منذ سنتين ومنذ 4 سنوات، هو المذيبات هذه الكولا والاسيتون والديليون، يمشي ياخذ ايترا ب4 دينارات يعدي فيها النهار الكل، هو يتشم ويستنشق. بعض الناس يحكيوا لي بعض الاساتذه يقول لك عنده في يده في مخلي دبوسه هوني في مخليها في بحذا يده ويستنشق فيه ويقرا. المشكل كبير، الناس تبدا بشويه ما عندهاش اشكال خاطر ما يقلقش برشا، هو شيخ على روحه وما يقلق حد، ولكن بعد مده الوليد هذا يولي ما عادش يجم يبعد على اللي قال له الاستاذ، يولي هو مدمن، يولي من الصباح للعشيه يستنشق في هذا. وهذا وين ريناه في المكاتب، مشيت بعض المكاتب عملت فيه محاضرات، يقوموا بعض الصغيرات يقول لي عمره 16 17 سنه و14 سنه، يقول لي راه احنا العشيه نخرج نقام الوليدات تمدوا 6 7 من الناس. عملنا يوم اعلامي مده 4 سنوات، جات اذاعه باش تقوم بالبرنامج، قالوا والله خرجوا قدام القهوه، قالوا والله يا سي زحاف عملنا برنامج على المذيبات ما عملنا سمعنا بهم. قالوا شو ما سمعش بهم؟ اه في 6 من الناس. يلقاهم 6 وليدات في التركينه نتاع القهوه، مشاو صوروهم عندهم موجودين. معناه وقت نلوجوا على المرض القهوه، راهو المذيبات هي خطر كبير ياسر. قال واحد نهار ميت شد في ثم بانو نتاع ديليون خلى فيه يستنشق يستنشق اللي هو اغمى عليه. ولهذا المذيبات عندنا الكل في الحوانت الصغار الدكاكين نتاع السبابطيه هذاك كل يوم هو عنده الكل بحذاه ويستنشق فيها. هذاك علاش تلقاه يوم السبت يخدم يوم الاحد يوم الاثنين؟ لان ما يجيش يسكر، وكان يسكر النار ما يلقاش روحه، لازم يرجع للخدمه باش. هذا ادمان لا ارادي تنجم تقول. لا ادمان هو لا ارادي نجم نقول، ولكن هو ما يمكن يعرف ما عندوش حل غير ذلك حياته هكا. يعني تو الانسان المذيبات كل يوم عندنا مشاكل. الانواع الاخرى. هذه المذيبات اللي قلت لك كيفاش يجونا المركز، معناها يجونا الاباء يقول لك ولدي ملوح تو عامين في الدار، رانيش عنديش نعمل له، ايش اقيمه؟
راني منعت ياكل، ليش ابوه ملوح في بيت هو قاعد يستنشق. تجيكم حالات حتى بعد مش يوميا يعني نجينا الموضوع نتاع المذيبات اذا كان ناخذوهم. المشكله نتاعنا كنا صغار عمرهم 12 و13 و14 سنه، يلزم قبل القاضي نتاع الاسره يعطي فيها رخصه، واحنا يلزمنا عندنا امكانيات تو نحكيوا على امكانيات نتاع الجمعيه باش ناخذوه. هذا الموضوع الاول اللي هو يهمس فاقس، موضوع كبير لازم ندخلوا فيه كتجار. كيفاش يبيع الوليد صغير دو اليوم ب 4000 فرنك؟ يعرف يدور فيه يمشي ياخذ كله كيف كيف، بعض منه يمشي ياخذ طرف خبز ويخليه قفاء لي شابون نتاع الكهرباء ويبدا ياكلوا، ياخذ سراج ويعملوا في 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 خبز ويبدا ياكلوا. يعني هذه مضر كبير، مضره بالصحه. هذه ما ثماش الشرطه، انا نقول هوني وزاره التجاره مثلا في فرنسا وفوت وفرنسا وفي اوروبا الموضوع هذا ماش موجود. خذوا التدابير الكامله باش حجروه باش يبيعوه للصغار بالكل، وما يعطيوه الا يعرفوه كونوا بروفيسيون عنده الدهن وغيره، ما يعطوهش اللي يجي. هذه حاجه بسيطه اللي نحن كتونس وقاعد تضر بصغارنا. البعض منه جاوا زوج من الناس مشلولين، زوج صغيرات مشلولين لانه يتعدل المخ، هذو منظمات تتعدى الخلايا نتاع نتاع المخ وتنجم تسبب الشلل للوليد. ولهذا هذا موضوع كبير. قبل نبداو المواضيع الاخرى يتمني نقول حاجات اللي سهله لتونس، نقول علاش نستناو فيها تو سنوات. هنا هي تحتاج الى توعيه اكثر، خاطر هذوما اشياء متواجده في الاسواق، اشياء متواجده في حياتنا اليوميه لهنا. هي دور التوعيه هو المشكل الحقيقه تقال، لان تو اليوم غيره في اوروبا عملوا لهم مواد اخرى اللي وقت يمسوا ولا يشموا يولي يحكوا، ولكن تغلوا في السوق. تغلوا في السوق، ما تجي تاخذ كل مثلا كل تاخذها نتاع 600 فرنك تنجم تاخذ نتاع 2000 فرنك، ما تجيبش تعملها كمذيبات. فهمت؟ دونك هذا موضوع كبير اللي قاعد يجينا ونطرقوا له. نعاود نذكركم سيدة المشاهدين تنجموا تتواصلوا معنا على الرقم 74 621 607. بعد ما نتفرجوا في الشهاده المولية باش نحكيو على دور المربي مع سي نوردي ودور الاب ودور الولي في الشارع والا في المنزل. شوفوا الشهاده المواليه اللي خصتنا بتصريحها الاتي، وبعد نرجع نكملوا موضوعنا اليوم المخدرات بين المكافحة والوقاية. مشيت 2005 نقرا في سوسة، عرفتها في سوسة بديت كونسوماتور تكيف عادي لعبت كل كما 2006 رجعت لصفاقس مشيت نشوف في خدمة، خدمت في برسة بلايس هيك 3 شهور هيك 5 شهور هيك كذا، والكونسوماسيون قعدت. فهمت؟ هاكا عندي فلوس ناخو عندي كذا ما ناخوش، ويا فما راهو الزات موجودة ياسر في البلاد برضو. لا 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 صعوبة، هذه صعوبة فما صعوبة باش تمشي تشري، باش تلقى باش تشري كي صعوبة. فهمتي؟ باش تمشي تلقى تلقى ما فماش. حاسين فما شكون يقول لك شد هاي واحدة خدمها بيعها ومن بعد خلصني. بديت انت تك تك خص على روحك بيع ترجع فلوس الراجل، تلقى روحك عندك 300 وعندك مكيوفك وعندك كذا. فهم كيف؟ وكذلك حبيت نبطلها، صليت بريود وقعدت حكيت شهر ونص ولا شهرين مبطلها. اوكي مشاكل يموت ما تشدكش موك، مي ستريس وفراغ. فهمت؟ تخد نهار كيف عندك ما تعمل تعمل شيء. فهمت؟ لكن انت وقت اللي حبيت تبطلها شكون كان يساعد فيك ولا يعاونك ولا يدبر عليك باش تبعد؟ تحب تبطلها وحدك، مش تشوف انت وانت وراجك راهو مش يقول لك حتى واحد بطلها، خاطر مش تاخذ بحذيه تلقى قاعد يضرب ويلف. فهمت؟ تحب تبطلها انت يعمل عزله. فهمت؟ يمشي يبعد، ما عادش تقعد بدل لونطوراج، بدل الخلطه نتاعك، بدل كذا بشويه بشويه حاول تبطل. فهمت؟ ماذا يقول لك مرض ومرضت له ما نجمش نبطلها، يكذب عليك ينجم يبطلها. اما كانت تقول لي من البلاد. فهمت؟ اما فين تلفت القلابات كل تكيف، وادخل اي حومه تقضي، وادخل انا الحومه اللي تختارها كتجي على بالك، تدخل تقضي منها وتخرج. فهمت كيفاه؟ سيرتو كلها صغار تو ولات ما عندهاش فلوس ما فماش خدمه، يمشي يخدم ما يلقاش خدمه، يمشي يلقى زتل يا خويا يبيع يلقى كان 200 150 في النهار. فهمت؟ ما يعطيهم له حتى بو ما يعطيهم له. والله فما عباد عمرها 60 تجي تاخذ وتاخذ زاد، تصدق ولا دبر راسك. كيفاش تتم الترويج؟ تمشي تاخذ من فورنيسور كبير تلقاه يجيب هو بالمتر وبال فهمت متر وكيلو معناها، ويبيع لك الفورنيسور صغير بالكعبه كعبتين كعبتين، ياخذ كعبه مثلا يقصها هو طيح له قداش من صباعه يبيعها له. فهمت؟ مثلا هو ياخذها ما نعرفش قداش سومو، باللي مش ياخذها شطر مشي تضاهي طي دخل له راس ماله. فهمت؟ شطر الاخر هذا كليل وش ناحي مكيوفه وربحه ومصروفه، يلقى 300 250 يلقاه مومي. مين تدخل؟ والله هذه مشي دخلها واحد، هي سهله اما الساهل اللي مشي دخل فيها مش سهل. فهمت؟ امبوسيبل كانوا سهل مشي دخلها الراجل هذا السيد ولا المعني بالامر ولا شكون الراس اللي يجيب فيها. فهمت؟ مع الناس في تونس كان جات في تونس راهو ما يحكموش، منين زاير ليبيا المغرب كلها تجيب كلها تعدي، احد يخاف على روحه.
مش تعمل بالليفل، مش تعمل ايه. انا عندي توا دبلومي، عندي 2 دبلومات، عندي قرابة 4 ولا 5 سنين ما لقيتش خدمة. انا قاعد شو نعمل؟ تلقى بيها وين؟ انا سيرتو في البلاد دي تعمل حبس ما يربيش، فما ثناش ما يعملوش ترابو بيبليك. شديدني نتكيف انا، اعطيني 6 شهور نكنس في الحظيرة ولا اليوم راني ننظف لك في البلاد ونعدي في العقوبة نتاعي، ونكمل 6 شهور تا مش نبطل الزات لحد دارنا نبطلها. يعني تلقاني فهمت كيفاش حكمنا ما هوش. رجعنا لكم بعد الشهادة هذية، أكيد لهنا أعطانا طريقة الترويج كيفاش تكون، كيفاش توصل للمادة هذية المخدرة الزطلة كما يقول هو. قال كذا كانت تحب تبطلها تبطلها، هذا يقر أنها ممكن تنجم تتخلى على الإدمان هذا. هي في الواقع معناتها ما بين لي دروك دوس، ماهيش في دروك دور. دروك دوس معناتها ما تمشي برشا ادمان جسمي، معناتها حتى وقت اللي باش ينحيها ما يحسش الام شديده، ما يحسش رداد، ما يولش عنده الام مثلا في البطن ولا ترجيع الى اخره. اكيد ما شجعوش الناس خاطر دروك دوس لا معناتها لا إيه ما اكيد ايه مش نواصل. ولكن ثم برشا ادمان نفسي عليها، ادمان نفسي معناتها سن يولي يروج عليها ديما، ولو على حساب اشياء اخرى هامه تولي خطيره، ما يخدمش ما يقراش. احنا وصلنا نشوفوا ناس تنحي الدبش نتاع صغاره تبيعوا صغاره فشتها بردانه تنحي من عليها الغطاء تبيعوا باش تاخذ الدروك، والما عادش يهمه ولا في سمعته ولا في خدمته ولا في صحته، فما يهموش الفائده كيفاش ياخذها. اذا ثم ادمان نفسي معناتها بحث شديد عليها، ولو ما عندوش تالم هو لكنه عنده رغبه شهوه كبيره لله هي. ولكن زاد شيء اخر ويبدا بها من بعد ليك يحصل علاش، خاطر نهار من الايام تجي لو جعلي يقول له ما ثماش مقطوعه في السوق، اما ثم نوع اخر يعطيه نوع اللي هو شديد. فهمت؟ دونك برشا يبداو بها، وما يدير الاغلبيه يستعمل دخان عادي، ومن بعد ليك يستعمل الخمر، ومن بعد ليك يستعمل الزطله، ومن بعد ليك يطيح في الهيروين والكوكا ولا السوبيتاكس ولا الحوايج الاخرى. فهمت؟ الاغلبيه لكن السيد هذا يستهلك ويروج وقال تنجموا تبطلوها وحدكم؟ ما فيش مشكلة، لكن يمكن العامل الاجتماعي والانتوراج كما قال هو اللي يخليك دائما تواصل. احنا شو نلاحظوا في النفسية متاع الناس اللي عندهم التعاطي ولا الناس اللي تبيع، كونه ثم 3 أشياء. أول حاجة البحث على متعة، ثاني حاجة تفادي آلام مثلا كما قالوا يمكن بوه منعش، ولا كما قال السيد الأول بوه ميت وظروف صعيبة كذا، مش تفادي الآلام هذيك. هذا صحيح متعلم راهو ما لقاش موضوع شغل هذيك على مثلا. والحاجة الثالثة هي البحث على أعذار، يلقى عذر، يا إما المادة هذه مش مخطرة، يا إما أنا عندي عذري، يا إما نصور برشا فلوس. إذا ديما يبحث على أعذار ومش يلقى، ولا يقول مستعمل فيها عندي مدة ولا باس، ولا أي لعبه تقول استعمل فيها. فهمت؟ هذه السعي إلى تبسيطها وإلى معناتها إيجاد أعذار، هذه خاصية من خاصية الناس هذوما، واللي هي ما تنقصش من كوني أمور مخطرة ياسر. فهمت؟ أما هو يبحث باش يواسي نفسه باش يرجعها كيف اللي هي ماهيش مخطرة، وكيف اللي لعبه تقول استعمل فيها وما نعرف شنو إلى آخره. فهمت؟ إذا ثم 3 أشياء هذه موجودة ديما عندهم، البحث على متعة خاطر هي قد ديما يشتي فيها هو منتظر الجو الكبير اللي مش يعمل. والشيء الثاني معناتها ينتظر زد معناتها كونه تم آلام ولا ثم ذكريات ولا ثم واقع مرير باش يمر معناتها باش ينحيه بالدروك هذيا. والحاجة الثالثة يحاول باش يلقى عذر، فهمت؟ ما يسالش ولا حلال ولا راهي ماهيش مخطرة ولا راهي تقول تستعمل فيها، فهمت؟ إلى آخره. هذوما 3 أشياء ما يدلش على كون راهو الكلام تاعو صحيح، أما عنده نظرة مغلوطة للواقع، مع أنه إنسان حصل تحت في 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 الادمان. يعطيك الصحه في الفخ هذا ادمان الاستهلاك او الترويج، خاطر كليهما هو الاغلبيه. اذا كان انسان بدا يستعمل لازمته بعد ذلك باش يولي تاجر، خاطر الثمن نتاعها باهظ، ينجم كما قلنا احنا ولد كان انسان يستعمل مخدرات ما عادش قادر باش يخدم، يولي خا مكان في الجو برا، في الجو اللي على الاول يكون جو ربما شديد، لكن بعد ذلك ينقص بشوي بشوي ينقص، ولازمته باش يقوي هو في الكميه. فهمت؟ اذا هو يكون على هو مستهلك، لكن باش ينجم يلقى الثمن نتاعها لازمته يبيع، ولازمته باش يحصل ناس يدوروا بالناس خاصه بالصغيرات. فهمت؟ يحاول يعطيه يعطيه بلاش كما قالوا مجانا، يقولوا جرب احنا خيان وكذا. قال هو تقريبا إيه قال تبدا بي، قال لك جرب وكان عجبتك إيه. لا يعني فيها شويه هو يلقى مثلا يستعمل الشراب ولا دخان عادي، يقول له عندك حاجه ما خير برشا ديما تعمل كاس شراب باش تشيخ، هذا شيخك برشا مرات قدو. فهمت؟ اذا تم راهو برشا ضغوطات يعملوا، هو يحب على بزيد واحد واللي عنده حريف.
وخاصة يلقاو مثلا من عائلة طيبة إلى آخره. راهو هنا نحكيو على مسؤولية الولي والمربي. يعطيك الصحة. يلقاو إنسان عنده فلوس مثلا كيفاش يدخلوه معه بأي ثمن، على الأقل يعطيوه بلاش، يقول له خذ وخيان وكذا، يقول له جرب وتشوف، يقول له مثلا حتى خطر، فما يحاول باش يخليه له أمور بسيطة، يقول له كان أنا ما ساعدتكش نحيا، إذا كان حصل يولي بعد ذلك يقول له هي تعطيني فلوس، يقول له أنا مانيش فاعل خير، معناتها مرة بلاش ديبانيتك، وإذا كان يحس به بدا باش ينحيا يقول له بلاش خذ موجودة المدة هذيا، معناتها عندهم استراتيجية عندهم ضغط باش بزايد واحد يحصل باش اللي حصل ما يحبوش باش ما عادش يستعمل. وإحنا لاحظنا كونه ساعات نقول له والله من باب فضوله برا، نقول له شكون يبيع لك فيها؟ ما يحبوش يقولوا. ثم لوميرتا هذيك اللي سميوها، ثم تكفل ثم سر بينات ما يحبوش يبيعوا بعضهم بالكل. هو مورد باش يتقطع عليهم او هو حاله تهددهم، تهدد حتى في امنهم وتواجدهم كمحيط واجتماعي. به سعد نجيد، انتم كجمعيه هي جمعيه تونسيه للوقايه من تعاطي المخدرات، شنو تعملوا او برامجكم اللي تعملوا فيها للتصدي وللوقايه من هذه الافه؟ احنا ما نتصداوش، احنا الوقاية التصدي مش خدمتنا بالكل، وجميع ما عندناش هالعمل هذا بالكل. التصدي المعنوي على لا التصدي ما عندناش، احنا نقولوا الوقاية هو التحديد من مخاطر المخدرات. السيد هذا يقول انا مستعد نجم نبطل التصدي، قولوا مش صحيح، كل الناس بدات تقول مش نبطل ومش يبطلوا. اللي بدا بسيجار وعمره 6 سنين و7 سنين كمل بيه على طول، هو سيجار يقول كل يوم يقول مش نحيه، وقت يربوه في الاول يخبي وبعد كذا وبعد يولي كيف اللي عنده زطلة في أكثر الأحيان يبدأوا بالزطلة ويقول لك أنا مش مبطل، وكل يوم يقول مش مبطل ما يبطلوش، ويجونا الحالات للمركز للزطلة هما غارقين في الزطلة، ويجي يقول حنقة ويبقى شهر كامل في الزطلة قاعدين عندنا في الجمعية، والأستاذ نور الدين هو اللي يعالجهم، وفي أغلب الأحيان بعد الشهر يمكن خاطر احنا عملوا لهم في الأول حصة متاع انفطام تمام، نحيوا لهم الزطلة تمام، وتكون مدة صعيبة للهمومة لأن عندهم نقص في المادة اللي تحقها الجسم نتاعهم، ويبدأوا يقول كل بعض منه يخرج، البعض منه ثالث يوم يقول لك عم بنروح، وإحنا نقول لهم راه مفتوح للجميع، ولكن هو زاد كذلك اللي حب يخرج من المركز يخرج، ما عندناش لا بوليسيه معنا ولا شيء كي لا يصيب المشاهدين او حتى المدمنين او اللي يستهلكوا بطريقه يوميه او دوريه باش ما يصيبوش بالاحباط، على خاطر الانسان كيجي يقولوا راك لا ماكش معناتها ما تنجمش تبطل تسفير. اذا كان يقول مش بطل واحد يستحيل، صعيب ياسر، قليل ياسر. ثم الناس اذا كما قلنا شرب، ثم ناس يقولوا لك التكروري نتاعو هذايا مره في الاسبوع في سهريه هكا، كانه معناها نتاع فستيفيتي، يحب يسهر يحب يتفرهد به. الخطوات الاولى مش ادمان، هذاك مش ادمان، هذاك من اللي وصل للادمان نتاع زطلك استهلاك العرضي، استهلاك عرض ما فيش خوف. علاش تو برشا من الناس وصارت حملات، تكلمنا حتى في تلفزه من التلفزات تحدثنا في الموضوع، هل نجرموا هالموضوع نتاع الزطل وكذا. نحب نقول حوايج ثانيه خاطر المواضيع كبيره فيما يخص انتشار الزطله. علاش نشرت؟ لان قبل كان الامن موجود، وقت يشد واحد يحللوا في الشعر نتاعه ولا في المواد نتاعه سائله يلقاو الزطله حتى بعد شهر. الناس كل تقعد خايفه، لان القانون التونسي شو يقول؟ يقول اذا كان واحد حتى قاعد جالس بحدا انسان الزطله لا ما قالش عليه ما علمش عليه، يولي هو شريك في الجريمه وياخو حتى هو سنه جسم سجن. ولهذا بعد ما تسيبت العمليه بعد الثوره ولات الناس مش خايفه، ماش خايفين معنا حتى في القهوي قدام الناس يقولوا زطل. قال كل زوز كيلومتر تنجم في اي مكان تنجم تمشي تشري، المجال مفتوح، اذا كان ما تلقاش من عند هنا تلقى عند واحد اخر، حتى تكون في حومتك اذا كانت تحب تبعد عليك الشبهات تنجم تمشي. ولهنا التعاطي في على المستوى المدارس والمعاهد والجامعات اللي هي توا ظاهره متفشيه برشا برشا، وهنا توجيه نتوجه للاولياء باش يردوا بالهم، حتى مش للاولياء حتى للصغيرات هذوكم المتعلمين بارك الله ما وصلوا لنيفو معين سواء في الكوليج ولا في السكوندير ولا في التعليم الجامعي، اكيد لازم عندهم نوع من الوعي. تو سي نور الدين كان قبيله قال لنا انه راهو الحكايه هذه راهي تجر، راهي اجا جرب وتو من بعد سيء تو من بعد ممكن كان ما عجبتكش بطل، ويظهر لي هذا هو الفخ الكبير معناها. بالضبط، هو على الاول ما يحسش كونه ثم اضرار، ثاني شيخ وبون كان يدخن عادي، لكن وقت يجي يعدي وقت اللي يحس كونه بالحق بدا يضر وقت ثم راهو اضرار، ما نقولوش كوني ماده سليمه ولا نافعه ولا ما عندهاش تاثير. هذه مواد مش تضره
حس النفس نتاعو ولا ضيق القلب نتاعو ولا ماش يعمل بيه مجهود، ثم ضعف جنسي، ثم اضرار اخرى معناتها في برشا اشياء، حتى وجهه يولي مسود ولي ضعف يولي ما عندوش طاقه فهمت ويولي حس. معنا سي 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 نور الدين بعد شويه يجينا سي عبد الكريم دربالي هو طب عام، شاتين اكثر تفاصيل على المشاكل اللي تصير على جسم المتعاطي. نرجع لك سي عبد المجيد، اول الخطوات اللي تعملوها انت قلت لي تحكيوا معاهم تقولهم اللي معناتها راهو باش تقعدوا فما اللي شهر فما حتى ثلاثة ايام، من اول الخطوات اللي تعملوها باش ينجم المتعاطي انه يقلل من خطوره حتى الهلوسه اللي عنده. يقول لك انا مش باش تنحى لي، على الاقل انتم شنو الخدمات الاولى اللي تنجم تقدموها له كوقايه؟ احنا اولا بالذات يلزم الشخص اللي جاي للمركز عنده رغبه كما السيد اللي تقدم روحه قال نحب نبطل، لان ثم بين القول وبين الفعل شوط كبير ياسر. برشا الناس يجي ويقول لك نحب نبطل ولكن نقول له غدوه يجي ما يجيكش، معني قد خايف، لان خايف من النقص، يقول لك كان غدوه مش نمشي بالكش مش ولي مريض. هذه الاولى. اثنين فيما يخص الزطله، خاصه ان الزطله راهي يعتبروها الناس حاجه خفيفه، والمشكل تكلمك الام ولا البو يقول لك ودي زطل ايش نعمل له؟ يقد خايف، مش نقول ما نقولش نجيبه للمركز ما نجيبش، يسمعوش به الجيران، يسمعوش حد اصحابه يسمعوش به، مشى للمركز يولي هو خايف. هي العقليه الاجتماعيه نتاع هاي فضيحه، هاي باش يولي في تتابعات عدليه منيح. قبل ما نتكلم سي عبد المجيد خاطر معنا سي عبد الكريم دربال طبعا، اهلا وسهلا بك سي عبد الكريم. الو مساء الخير. الو عايش، مرحبا بك. مرحبا بك سي عبد الكريم. اليوم نحكيو على مضار المخدرات على صحه الانسان وعلى صحه المتعاطي والمستهلك. شنو هي اكثر المخاطر الصحيه على جسم المتعاطي؟ بارك الله فيك. اول شيء نتقدم بالشكر للاخوه القائمين على قناه القلب، واخص بالذكر الاخ حمزه، ونتقدم بالتحيه الى صديقي العزيز وزميلي الدكتور نور الدين العيد اليوم معك في ثلاثه الليله. باش نتحدث شويه على مشاكل نتاع التكسيكوماني، هذه استعمال المخدرات. ما نحبش نحطوا على الاسباب الكامنه، على الاسباب الاجتماعيه والنفسيه الكامنه وراء استعمال المخدرات، ولكن نحاولوا نحطوا على جانب من المضار الاجتماعيه والنفسيه والصحيه لمستعملي المخدرات. اول شيء دقه النظر على المشاكل التفكك الاسري والمشاكل الماديه ومشاكل النفسيه اللي تسبب فيها استعمال المخدرات. ثم جانب صحي، اول شيء هو لا توكسيكوماني سي لا ديبوندونس، يولي الانسان مدمن على استعمال المخدرات وما يستطيعش يقعد فتره معينه من غير ما يستعمل المخدرات. من المضار نتاعها المرضى النفسيه كبيره ياسر، امراض كالاكتئاب، امراض الهوس، السيكول، الانسان يولي يقوم بتصرفات غريبه، يولي غير عنصر غير صالح للمجتمع، ما يجيبش يركز في العمل نتاعو، توقع له مشاكل مهنيه ومشاكل عائليه بالطبع. الجانب النفسي هذايا والاخوه في الطب النفسي يعلموا الشيء هذا اكثر مني انا. ثم المضار الصحيه المباشره مثلا استعمال المخدرات عن طريق الحقن الوريدي انتراجيولار، عن طريق الابر، هذه في عدوى الامراض الفيروسيه، البوصفير، الهيباتيت، الامراض نقص المناعه، السيده، وامراض جوف ثوميه اخرى. ثم الامراض نتاع في القلب والشرايين، اضطرابات دقات القلب، والمشاكل في عمليه التخثر تاع الدم اللي يجب يتسبب في دي كيو دو سون، اللي هما يجب يعملوا جلطات قلبيه في الرئتين، امبولي بيلمونير، انفاركتيس، امراض في القلب، الشرايين الاحتياجيه نتاع القلب، في المخ، جلطات مخيه، معناتها يتسبب فيها معناتها المخدر، معناتها يدخل مباشره في عمليه تخثر الدم اللي يجب يجرى عليها معناتها مخاطر كبيره ياسر. وكذلك كما قلت لك ثم الامراض النفسيه، وثم نقص الطاقه البدنيه، ثم يتسبب مشاكل في الشغل، مشاكل في التركيز، مشاكل نتاع المدمن في العلاقات العامه نتاعو. سي عبد الكريم، بعد قداش تظهر الاعراض على الجسد، معناتها الوهن هذاك اللي يصيب الجسد، بعد قداش من الادمان؟ كيفاش؟ من الاستهلاك. بعد قداش يعني؟ استهلاك المخدر. ما ثماش مثلا انت والنوع نتاع المخدر الزطله هذه وانت من الكميه المستعمله. تظهر مباشره بعد استعمال المخدر. معناتها تقريبا يكون معناتها تاكيد على كلامك نجم يكون المخدر من درجه خطوره كبيره، نجم هو يستهلك بعد ساعه ساعتين في نهارته، نجم نكتشفوا انه الانسان هذاك استهلك او تعاطى نوع من انواع المخدرات. بالطبع
بالنسبه للامراض النفسيه والاضطرابات النفسيه هذه مباشره بعد سلك المخدر، اما الامراض تخطر الدم تجي تقعد مده معينه وتظهر مش معناتها مش مده مش محدده، خاطر هو يتدخل في الكبد عمليه العناصر اللي تدخل في تخاطر الدم هي في الكبد، هو يجمع اضطرابات في الافرازات بتاع الكبد العناصر هذه ثم يصب على في كيد الصوام مع تخاطر الدم اللي هو يجي يصب في جلطات كما قلت. واضح. شكرا لك سي عبد الكريم دربال اختصاص طب عام، اعطانا اكثر. كان متدقق في الموضوع، يلزمناش نستناو العلامات الظاهره اللي تجي باش نفروا بولدنا. انا كلمتني اخت من الجزائر مدة ثلاثة أيام، تكلمني العشرة ونص نتاع الليل، تقول لي راني تو ولدي فريت به، دخلت لدبش ونلقى عنده وحيدات نتاع زطلة، إيش نعمل؟ شنو الحل؟ نقول له ما نقولوش، هندر نبجعوا ما نبجعوش، نعلم عليه كيفاش؟ معناه راهو أولا بالذات لازم نقربوا لصغارنا ونراهم شنو متبشر، إيش قاعدين يعملوا؟ شنو يخبيوا؟ يبداوا يخبيوا في مطرح أي خط يعرفوا يكون الأم والأب والبو قاعدين يسروا عليهم ويردوا بالهم. يلزمنا احنا نقوم بواجبنا كذلك، وقت يخرجوا من المدرسه يخرجوا من المدرسه نراو واش قاعدين في البشم، نراهم تبشم في الكرتابله نتاعهم ايش عندهم كذلك. هذه راهي خط العلامات تجي تظهر بعد ستة شهور بعد عام بعد سنين. انا نقول له ولا ما نقولوش نفجعوا الالي صحيح لهنا شنو هي الخطوه اللي نجموا نعملوها؟ عندنا ما نعرفش نحكي مع سي نور الدين يقول لي لهنا امراه ولا الرجل عند صغيره شاف عند صغيره نوع من انواع المخدرات، فما الحربش فما الزطله فما الزريرق فما غيره 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 برشا انواع اكيد تعرفهم انت سي نور الدين، لكن شنو تعمل الولي شنو يعمل؟ يقول صغير ولا هو لازمته الولي يلاحظ حتى اذا كان ثم تغيير في السلوك ولا اذا كان قبل لامع في دراسته ومن بعد يوخر، ولا اذا كان ولا ثم بحث ديما على فلوس ثم حتى السرقات تلقاه. احنا برشا اولياء يفيقوا بولدهم يتعاطى مخدرات خاطر ولا ثم السرقه ولا يسرق، خاطر مخدرات الثمن نتاعها باهظ باش يجي متحصل عليها يولي يا ما يطلب ديما فلوس برشا فلوس ولا يولي حتى ثم السرقه. واذا كان عتقى حاجه معناتها واضحه لقى مخدر في جيبه ولا لقى حاجه كيكا، دونك هو لازم ديما التحاور، لازم ثم قرب. احنا نلاحظوا كون هذوما الناس اللي تعطاوا في مخدرات تلقاهم الولي نتاعهم عنيف، ثم الضرب ثم القسوه ثم كذا، وحتى ولو هو الطفل حصل مره مع انتخاف اذا كان مش يحكي لبوه يقول لك مش يعمل فيها، دونك يولي يواصلوا برا. لو كان ثم التحاور ولو كان ثم تقارب بيناتهم راه ينجم يقول له يا بابا راه ثم واحد يوم عطاني جربت ما عادش نعاود ولا، اما اذا كان يبدا رعب عنده من طرف ابوه ولا من طرف امه ما يحكيش حتى حصل لي يقول لك نواصلوا برا نخبي عليه نكذب عليه مكوع. اذا لازم ديما نحكيه بالهدوء حتى قين عنده حاجه نحكيه معاه شنو هذه يعني نواجهوه نجم نواجهوه اي ما لا لا الاحسن نواجهوه ونواجهوه معناته بالهدوء. انا عندي برشا مرضى وكذا تلقى لك بويا بالعصا ضربني وبعد ذلك عمل لي في ذي سلاسل وخليني نخرج من الدار شهر خاطر عندي مخدرات، راه مش حلول كيما كذا تشدوا انت شهر معناتها مش يخرج ناقم من الدار مش يعاود يرجع يستعملها، هيك الشعور كون تقهر ولا كون تظلم ولا كذا ماهوش حل. وراهو هذوما ناس اللي هو تعاملت مع مجهود وبعد ذلك الاغلبيه تم خيب الظن ما يسالش، الاغلبيه تقول له ما عادش تعاود مش يرجع، ما نقولوش سي ايسنا منك انت عطيني فرصه ما يسالش، راهو الاغلبيه نتاعهم ما ينجموش على الاول يتحمس ويقول لك باهي تو نحي ومن بعد ذلك يحصل، خاطر ثم ضغوطات شديده عليه، ثم من صحابه هذوما الناس اللي تبيع وغيره اللي كيحسوا كونه ما عادش يستعمل يقول يعمل عليه ضغط يقول له شبيك متقلق كان المره هذه خوذ فهمت وعلاش حزين كان مره بركه مثلا، واذا كان استعمر يعني مش عاود يرجع ولا يقول واه بلاش يعمل عليه ضغوطات راهما معناتها احتمال انتكاس راهو موجود بالباهي، وما لازمتناش نيأسوا ولا نهزوا يدينا نقولوا سي هذا ما يئوس منه، دونك حلو كان نطيشوه ولا نشد ولا يشد الحبس وبرا. راهو برشا من الناس اليوم كيف نتبعوهم كي لقاونا كنا معاهم فهمت، حتى كيف غلط حتى كي عاود حصل لك ديما معاه، بعد راهو عام وعام ونصف وعامين راهو بعد ينقطع. هو على الاول تلقاه متذبذب زعما نحي زعما لا، خاطر هو علاش يستعمل مخدر؟ خاطر فيه جوانب ايجابيه اللي هو في متعة في شيخة في ينسى هموم إلى آخره، وفي جوانب سلبية على الأول تلقى ما هوش مقتنع كون الجوانب السلبية تغلب على الجوانب الإيجابية، تلقى يتذكر الشيخة هو يشوف كان في الجانب الإيجابي يعطيك الصحة ويشوف روحه توا تقول له أنت بعد 10 سنين راه تجم تموت تقول حتى نعيش توا أنا توا مهموم وكذا، ما يجمش يشوف روحه بعد سنوات طويلة. بعد مدة يولي يمكن هو ثم ميزان يوزن الحسنات وشنو المساوئ نتاع الدروغ هذه. بعد مده اذا كان ملي مقتنع كون المساوئ تفوق بالباهي، يا مثلا صاحبه مات ولا هو بدا يحس في اعراض في روحه فهمت، ولا تخسر شرطه شفقت به وشعر تحبس تقلق الاغلبيه ثم حاجه ولا ثم شكون ربما تحسيس
حصه كيما هذه ولا قابل طبيب الى اخره. جاونا حالات معنا خرجوا عندنا من المركز ويطلبونا باش يرجعوا، يقول لك راني رجعت للحومه نتاع اصحابي ورجعت وغلط، وعندنا عاملين احنا نحسوا كل مره حصه شهر ناخذ فيها كان اللي رجعوا كانوا قبل اللي عملوا انتكاسات، هذوما ناخذوهم لان حتى الدواء نتاعهم مش كيف كيف، التعامل معهم مش كيف كيف، يعرفوا المركز من قبل، يجي يقول لك راني انا خذيت تدهينه كبيره وارتحت وارتحت ستة شهور وغلط عاودت رجعت وانا راني نحب نرجع. وهذه معناه الحقيقه حلقه باهيه للناس كل باش نقول لهم احنا مفتوحين دائما ابدا، ما عندناش الوقت باش ناخذوهم دائما ابدا، لان احنا يجونا العرضيين اللي يجوا كل يوم اللي يحبوا باش فيسع ما عندهم مشاكل كبيره صحيه وغيره، ما نخصصوا لهم كل ثلاثة شهور اربع شهور حصه بشهر ناخذوهم هذوما الاخيان، ناخذوا 20 30 واحد ناخذوهم مع بعض باش ياخذوا شهر. كيف صعب نجد حصه بشهر؟ حصه بشهر هو الحقيقه تقال هذا ندخل بموضوع كبير. احنا قبل بدينا بشهرين، بدينا بثلاثة شهور وقت فتحنا المركز، بدينا بثلاثة شهور. علاش؟ لان كانت عندنا امكانيات من الصندوق العالمي لمكافحه الايدس والملاريا والمرض السل، كان يعطينا في تغطيه كامله للمركز. كنا ناخذوا الخيان ثلاثة شهور. وبدات شيئا فشيئا تتقلص الامور، الى الان وصلنا تو ل 20% برك من تغطيه حاجياتنا. ولينا من ثلاثة شهور نقصنا شهرين، ومن بعد تولينا ناخذوا كل شهر برك. اولا باش نوفروا اكثر فرصه للناس، اكثر فرصه عدد للناس. عدد للناس، وثانيا تقليل التكلفة نتاعنا. ونقول لك حاجة اللي مش نقولها بكل ألم، ولينا الآن نطلبوا من الأشخاص باش يخلصوا 300 دينار في الشهر، وهذه مشكل كبير اللي أنا ما يخليني معناه ما نزعج، لأن احنا كجمعية مفروض ناخذوا الناس كل بلاش. اليوم برك يكلمني مندوب الحماية والطفولة من سليانة وبعث لي فاكس وكلمته، يحب يبعث لي أربع صغار عمرهم 14 و15 و15 سنة، يقول لي أخوان أخوهم، قلت له الله يبارك ولكن دفعني 300 دينار. قال لي احنا هذايا اسمه المركز نتاع الصغار اللي ما عندهمش اهالي يسميوه اسواس هكا ولا اسواس، ما عندناش فلوس. قلت له انا كيفاش هذا مش يخلي شهر صباح وفطور وفي الليل يفطر 10000 فرنك ما عملوا شيء، بخلف الدواء بخلف البيرسون يلزم نخلصوه الشهر هذايا تو الوقت الحاضر، الشهر هذايا مش باش يخلص حتى عمل. مشكله هو المتعاطين تقريبا كلهم من فئات معظمة او من معناتها فئات تقريبا حالتهم الاجتماعيه تكون صعبه جدا، هو والسبب اللي تقريبا باش نقولوش هو الرئيسي انه يكون الانعدام معناتها في الامور الاجتماعيه تخليه يلتجا الى المخدرات او باش ينسى الحياه الصعبه اللي يعيش فيها. من هنا جمعية كما هذه عريقة تكون فما مركز هو مساعدة وإصغاء للمدمنين، هذوما تلقاو رواحكم في مشكلة كبيرة مالية كبيرة برشا. نحب نقول لك حويجة باش ما نعموش، أخيرا قاموا بعملية تجريبية في باريس، جاوا يحبوا يقيموا باش يعرفوا هل الضعفاء ولا الأثرياء هما اللي يستعملوا المخدرات أكثر. وش عملوا؟ جاوا في القنوات تاع الفضلات وبداوا ياخذوا العينات ويلقاو كون في الاحياء الشعبيه ولا في الاحياء الاثرياء المواد اللي تستعملوا فيها هذا وهذا كيف كيف. يلقاو اكثر من هكا، العشاء نتاع الليل تكثر الماده في القناه، يعرفوهم في العشاء نتاع الليل قاعدين يزطلوا ولا قاعدين يستعملوا في حاجات. معناها هذه فكره اللي يكون كان اللي عنده مشاكل اجتماعيه مش صحيح. انا جاتني مره من سوسه ولدها قال لما بطل المخدرات انا ما تشري مرسيدس، قالت لي ما تشتري مرسيدس، قلت راه مش صحيح تشتري مرسيدس مش يكمل كيف كيف يعمل لك كل مره بدته كل مره شال موتو يشيل له موتو كل مره يقول لي مش مبطل. والافضل يقول نبطل التعاطي على خاطر بدني على خاطر صحتي مش على خاطر شيء. ولهذا راهو مش معناه نقول احنا خاطر قاعدين تو كان نهربوا دائما ابدا، ثم الضغط الاجتماعي ثم النقص في الامكانيات ثم هذا هو عامل من العوامل، ولكن نبهوا للناس كل احنا انا ثم طبيب معناه زميلي دخل ياخو في الحبوب وغيره مسكن توا يحب يجي للمركز وما عندوش حتى فلوس باش يجي للمركز، قال لي ما عنديش. معناها راهو ثم حالات اللي هما يمكن اثرياء نوعا ما ولا عندهم مستوى معين ويدخلوا في اللعبه هذه بدون ما يشعروا، يبدا في الاول ما عنده مشاكل ياخو حربوشه باش يركض كذا، بعد ما ينجمش يولي حربوشه اخرى وغيره، ومن بعد يجي شكون ينصح يقول له خذ حاجه اخرى كما كان يحكي سين الدين. ولهذا راهو كل المجتمع نتاعنا مهدد بهالحاله هذه، يلزمنا نردوا بالنا الناس كل. نرجعوا لولايه صفاقس، كنا خذينا شهادات من مواطنين منذ شهر فيفري الفارط، كان البرنامج هذا باش يكون بصفه دوريه لكن لتغيير البرمجه لظروف خلتنا نأجله شويه، لكن توا تقريبا عندنا جمعتين ملي حسب
تحرياتنا وحسب العمل المدني يقوم به، فما تقريبا بالتنسيق كذلك مع الأمن أنه فما القبض على العديد من العصابات الترويجية، منها زوز عصابات تم القبض عليها، فيها فتاة وفيها امرأة هي اللي تقوم بعملية الترويج، لكن شكون المروج الكبير هذا ما نعرفوش. نمشي ونشوفوا الشهادات المواطنين اللي هما في قلب مدينة صفاقس واللي يتشكوا ويعرفوا حسب ما قالوا هما. نعاود نذكر أنه منذ الشهر فيفري الفار تم يعني تصوير الروبورتاج هذا مواطنين في مدينة صفاقس شو قالوا لنا فيما يخص المخدرات. نفرجوا بعضنا وبعد نرجو للبلاتو. الظاهرة هذه متاع الدروغ يعني هذه صارت لنا، هذه في كي تحلت معناها معناها الثورة، كي جات الثورة ولات البلاد محلولة من رابع شيرة، من شيرة الجزائر ومن شيرة ليبيا وبالأخص من شيرة ليبيا. احنا عندنا توا هنا في شيرة ليبيا عملوا لنا محطة في باب الديوان، الليبيين كلها معناها في عوض الحاكم يتلها شوية في هذه المحطة، لا محطة يحطوها في 7 نوفمبر حاطينها لنا في باب الديوان، معناها ياخذوا من باب الديوان ويحطوا في باب الديوان ويبيعوا لنا في بلاد العربي ويبيعوا للتلامذة ويبيعوا كل شيء. ناس قاعدة هنا تبيع في المخدرات في باب الديوان، مش في بلاصة بعيدة ولا حاجه، والحاكم ما واش موجود، الحاكم معناها ما على باله بشيء، ولا راهو كان جاو ينظموا منظمين، وهذوما مثلا كما نقولوا باب الديوان نحيوا المحطه هذه نتاع الليبيين، تو تتنظم البلاد، راي البلاد داخله بعضها، البلاد داخله في حيط، ولا واحد على باله، لا واحد على باله بالبلاد، احنا الصغار يجيو هنا يجيونا لسوق الجمعه اللي دروغ واللي بالحرابش واللي شنو، ولات العباد تشري في الحرابش، يمشي يعمل مريض ولا شنو، ويمشي ياخذ ورقه من عند الطبيبه وياخذ دواء ويمشي يبيعه. هاك هي البلاد شنو هي في بتوا قاعد يصور كان من الحرابش، راهم هاك من الناس قاعده تخدم يصوروا من الحرابش ويصوروا من الدروغ، البلاد كلها هاك شنو خدمتها راهي مخدرات عمت على البلاد، البلاد ماهيش طيبه ولات بالمخدرات، ما يمكنش هكا، لازم حمايه ولازم عنايه كبيره يا سيد من الحديد باش تشوف هالمرض هذا اللي صار جديد. والله من منظوري كمواطن عادي نظن انه هنالك كظاهره موجوده المخدرات بالطبيعه، ما يجم حتى طرف ينكرها، لانه تعرفوا بعد الاحداث وبعد الثوره وخصوصا معناها الانفلات اللي حصل في الحدود بيننا وبين ليبيا والجزائر، يعني ولا تونس يعني معبر او ممر للاسف لعديد المهربين اللي دخلوا الكميات كبيره من مخدرات البلاد. وبطبيعه يعني ما ننكروش انه شبابنا يتعاطى من قبل، ولكن توا ولت ولو الظاهرة كثرت نسبيا، لكن ما نقولوش انه ظاهرة عظيمة وكبيرة، لانه احنا نشوفه معناها من متابعتنا، لان نخدمه في مع الناس وفي الشارع، يعني سبحان الله ما هيش معناها ظاهرة كبيرة ياسر اللي هي تكون يعني مهدة لشباب تونس الكل. يعني هنالك يعني قدر طفيف ضخمة وتفاقمة الظاهرة، لكنها ما هيش ظاهرة عامة وطامة يعني الناس الكل. والله بالنسبة للمخدرات هذه تو موجودة بكثرة، موجودة مش كان في البلاد المدينة العتيقة كو، موجودة معناها بارتو، معناها موجودة في الأكثرية، راهو تو قاعدة الأزمة هذه اللي صايرة معناها في البلاد والانسياب على الحدود هو اللي خلى تتكاثر بالشكل هذايا معناها، وربي يستر. الأدوية المخدرة هذه من بيوها كان بالأوردونونس نتاع الطبيب، معناتها كان مقيدة بالطبيب، ما نجموش نبيوها وحدنا. هذه شهدت بعض متسكني ولاية صفاقس فيما يخص دخول المخدرات للبلاد، كيفاش تجي، وين تنجم توصل المخدرات هذه، ومسؤولية كذلك الطب أو الصيدلية، خاطر برشا عباد يقولوا أنه يمشي ياخذوا من الصيدلية. نذكركم أنه رقم الهاتف 74-621-607 تنجموا تتواصلوا معنا فيما يخص الموضوع هذا. جاتنا مكالمة هاتفية وأسئلة طرحت من مشاهدة وبعض المشاهدين، قالوا هل ترى أنه وقت المدمن يقع سجنه هل يتم المداوات في السجن وإلا لا؟ السؤال الآخر، شكون مسؤول على دخول المخدرات للبلاد؟ وكيف كيف هل ترى أنه السجن هو حل نهائي للحد أو الحد من التعاطي، وهل هناك حلول أخرى؟ عديد من الأسئلة طرحت، تنجموا تعاودوا تكلمونا كما قلت لكم على 74-621-607. نبداو معك سي نور الدين بالسؤال من عشرة، عشان تحب تجاوب. أنا والله حبيت سانا من ملاحظة، معناتها كون ثم إنسان يحبش ينحي استعمال المخدرات لكنه ما ينجمش، خاطر يولي ما يرقدش، يولي عنده آلام، يولي يرد ساعات، هيك علاش هو اللي كيفاش جينا نعالجوه احنا، نعطيه مضادات الآلام، مسكنات، نعطيه شوية أدوية تعمل نوم، لكن ما فيهاش
إدمان فهمت، ونعملوا له إحاطة نفسية، رعاية نفسية، ثم أخصائية اجتماعية إلى آخره، ونحاولوا معنا تي فريق كامل نتعاملوا إحنا باش نحاولوا نعاونوه. إذا معناتها وقت يجي باش يعالج عنا الأغلبية مش يلقى دعم، واحد وساعات ماهوش ساهل. بون في السجن، في السجن ما ثماش طب نفساني مثلا غاديك الأغلبية يعطيهم برا، خاطر في السجن فايدة بأقل مشكلة، يعطيهم أدوية مهدئة ولا غيره يعطيو. ثم برشا عندي ناس معناتها مرضى تلقى يقول لي تعودت على استعمال أدوية اللي هي فيها نوع نتاع مخدر في السجن، خاطر في السجن تلقى يهرج ولا يتقلق برشا والكل، وغاديك كحل سهل يعطيوه الدواء يقول له تحب هذا الدواء. لكن هذا إدمان من نوع آخر. وقت اللي يخرج واللي بعد كي يجيب لك ورقة قال لك أنا كنت في السجن وأنا استعمل في هذا الدواء ونحب تعطيه لي، وما تعطيه ليش؟ راني أنا ضرب روحي كنت في السجن استعمل فيه متعود به ما نجمش نحيه. فهمت؟ بون الحبوب ما لازمش يلقى تهويل كبير إذا كان ياخذ فيها عن طريق اختصاصي. هو شكون يحصل